وبمناسبة عيد ميلاد الصحفي الأوكراني رومان سورشينكو المعتقل لدى روسيا، أقام ناشطون فعالية أمام السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو، رفعوا خلالها لافتات تدعو لإطلاق سراح الصحفي الأوكراني. رومان سورشينكو كان قد اعتقل بشكل غير قانوني في موسكو أواخر أيلول سبتمبر 2016، وتتهمه روسيا بالتجسس لصالح الاستخبارات الأوكرانية، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الأوكرانية بشكل قاطع. نتمنى له الصحة الجيدة، لدينا أمل كبير، ونحن نفعل كل شيء ليكون عيد ميلاد رومان المقبل بين أصدقائه وعائلته.